الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زلنا إخواني وأخواتي مع الأدب ومع أعلى مراتب الأدب، مع الأدب مع الله جل علاه. الله الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم مغلوب إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وآواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات. الله هو الاسم الذي من أجله وبأمره قامت الأرض والسماوات. الله الله جل علاه، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله لنحبه. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله خافه، ومن عرف الله اتقاه، ومن عرف الله راقبه، ومن عرف الله اعتصم به، ومن عرف الله تاب إليه، ومن عرف الله توكل عليه، ومن عرف الله استغنى به، ومن عرف الله فوض أموره كلها إليه. من توكل عليه كفاه، ومن فوض إليه أموره أغناه، ومن اعتصم به نجاه. أليس الله بكاف عبده؟ الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذا تنسب الأسماء الحسنى كلها إليه، فتقول القدوس والسلام والمؤمن والعزيز والمهيمن من أسماء الله، وليس العكس. لذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الطحاوي أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والطحاوي في مشكل الآثار وابن ماجه وأبو داود وغيرهم بسند صحيح بمجموع طرقه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة طه. قال أهل العلم: في سورة البقرة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله جل علاه هو الاسم المفرد العلم. ولو تدبرنا القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس لوجدنا أن القرآن كله حديث عن الله جل علاه، وهو حديث مباشر عن ذاته سبحانه، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، وإما حديث
عن الدعوة إلى الإيمان به جل وعلا، وإما حديث عن المؤمنين الذين حققوا الإيمان به جل وعلا، وإما حديث عن أولئك المعرضين الكافرين الذين أعرضوا عن عبادته جل وعلا، وإما حديث عن الدار التي أعدها الله لمن حقق الإيمان به جل وعلا، وإما حديث عن الدار التي أعدها الله لمن أعرضوا عن الإيمان به جل وعلا. هذا هو القرآن الكريم، حديث عن الإيمان بالله بأسلوبه الفريد، تارة بالخبر، وثانية بالحوار، وثالثة بالترغيب، ورابعة بالترهيب، وخامسة بالمثل، وسادسة بالقصص. لذا يا إخواني، من أراد أن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن أراد أن يتعرف على دين الله وعلى شرع الله وعلى ما يحبه الله وعلى ما يكرهه الله، ومن أراد أن يتعرف على نفسه، ومن أراد أن يتعرف على أمراضها وعلى أدوائها، فعليه أن يرجع إلى القرآن الكريم، لأن القرآن كلام رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.